أولا بفضل صاحب جلالة الله ينصرو اللي وقف على المشروع الأول كومباكت واحد وكذلك الكومباكت جوج، والعلاقة الكبيرة والطيبة والتاريخية بين الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المغربية. إذن شكرا لصاحب جلالة وشكرا للإدارة الأمريكية على هذا الجهد ديالها في هذا البرنامج ديال الكومباكت. إلا سمحتوا، أنا عندي تجربة بهذا الكومباكت، عم خدمت في الكومباكت الأول كوزير ديال الفلاحة، واشتغلنا في حكومة عباس الفاسي، والسي نزار كانت عنده مسؤولية كبيرة في هذا الميدان، وشفت كرئيس الحكومة هذه التجربة ديال الكومباكت دو. ويمكن لي نقول لكم بأنه يعني في التجارب اللي شفنا في لاكوبيراسيون في التعاون، من أحسن التجارب ومن أحسن البرامج هو هذا البرنامج ديال الام سي سي. يمكن تقولوا علاش؟ لأنه هو فعلا برنامج كيهم المواطن، وكيشوف باش تكون الآثار الواقعية والإيجابية على المواطن ديريكت، امباكت ديريكت سور لا بوبيلاسيون. ثانيا انه ما كيجيش من فراغ، كيكون من دراسه عميقه على الحاجيات يعني اللي هي مهمه ديال البلاد والاولويات ديالها. هادشي كله الحمد لله دار باش وصلنا يعني لهاد النتيجه. و الكومباكت اللي حنا بالصدد ديالو يعني خدا واحد الطريق انه يدعم راس المال البشري لا فورماسيون بروفيسيونال، فورماسيون ان انتيريور دي ليسي، يعني كذلك باش يعطي امكانيات للعالم القروي الناس يكون عندهم لي تيتر باش يقدروا يكون عندهم الولوج لابناك وياخذوا لي كريدي ويقدروا يتحسنوا الحاله ديالهم، اولا كذلك الولوج العقار ديال الاستثمار في المناطق الصناعيه